مساءكم سعيد، تحية الزملاء ديالنا في الشاون بريس وتيتوان بريس. انطباع ديالي على الدوري طبعا انطباع ماشي وليد اللحظة، يعني وليد هذا النهائي اللي حاضر فيه دابا بقد ما هو وليد منذ اليوم الأول انطلاق الدوري. شنو ممكن نقول؟ دوري رمضان واحد اصبح الان واحد من احسن الدوريات الرمضانيه في المغرب اذا اعتبرنا المتابعه ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الوطني، كيف لا والوسائل التواصل الاجتماعي كتبارطاجي كل الانشطه وكل اجواء هذا الدوري منذ البدايه. حز في نفسي كثيرا الاكراهات اللي خلت على انه الدوري يتوقف واحد يومين او ثلاثة ايام، ولكن فرحت كثيرا بالعودة الدوري كذلك من جديد. تحية لكل اعضاء جمعية شفشاو الجديدة للتنمية المحلية، ورسالة ممكن إلا نقول أنه رسالة لكل معنيين بالأمر، كل واحد في منصبه وكل واحد في موقعه وكل واحد في مسؤولياته، سلطات منتخبة وسلطات معينة شوفوا بعين الرحمة في هذا الدوري، قدموا له يد المساعدة. دوري واحد في السنة يستحق أكثر مما هو فيه. تحية للجماهير لأن هي أعطت واحد الطابع نجاح الدوري، وكنقول مرة أخرى على أنه مدينة شفشاون تستحق أكثر من هذا الدوري، فيدا في يد من أجل إبراز كل مواهب وكل طاقات هذه المدينة في كل المستويات كل المجالات. الأمر يتعلق الآن بالمجال الرياضي، شفنا طاقات رياضية كبيرة، لاعبين ممتازين، وشفنا كذلك استعانة بعض اللاعبين من مدن واحدة أخرى باش يعطي واحد الطابع، الطابع الوطني والطابع الجهوي إلا بغينا نقولوا للدوري. فتحية لكل غير على هذه المدينة، ومرة أخرى نقولوا هذا الدوري إن شاء الله ما نطيحوش في واحد الوقت نقولوا بأنه بدا وتوقف الإكراهات. الدوري إن شاء الله كل الدعم له، وتحية لكل واحد قدم يد المساعدة من بعيد أو قريب لهذا الدوري. تحية لجماهير مدينة الشاون، تحية لكل الأحياء، وشكرا لكم.